أنا محمد العيسى من سوريا، طبعا مقيم بألمانيا من حوالي 6 سنوات. هون عم بدرس فيزياء طبية، طبعا بحضر رسالة الدكتوراه. الاختصاص تبعي طبعا هو علاج السرطان الإشعاعي، جيل جديد من أجهزة علاج السرطان اللي اسمه MR-Linac. طبعا بهالجهاز فينا نشوف الورم ديركت مباشرة خلال العلاج الإشعاعي. He was quite successful in his study, and therefore I offered him a PhD program. And now he is about 1 year in the PhD program. بنفس الوقت بشرف على مخبر التبعثر الأشعة اللي هو مخبر لطلاب الجامعة عندنا، لطلاب هندسة الأجهزة الطبية. أنشأنا جمعية مالك عام 2016. طبعا فكرة الجمعية كانت بعد حصولي على عدد من المنح الألمانية، حصلت على هيسن فوندس، هي منحة لأصحاب الكفاءات العليا، فحاولت يعني أنقل التجربة تبعي بموضوع الدراسة والمشاكل اللي بتواجه أي طالب أجنبي. بتأسيس الجمعية نحن بنساعد الطلاب، والطلاب نفسهم مستقبلا هم بيساعدوا غيرهم، ما إلها أي دعم ولا تتبع لأي جهة ولا رح تتبع لأي جهة. نحن بنشتغل بمجهودنا، بمعارفنا، بعلاقاتنا، بخبرتنا. كلنا بنواجه صعوبات أكيد، والنجاح مو سهل، النجاح بيحتاج صبر بس.